الديمقراطية مرحلتين ودي تقيم من زاويتين، واحدة إنشاء مؤسسات والبلد هي مؤسسات وفي حريات، والمرحلة الثانية هي لا بيرفكسيون، تحسن الديمقراطية، تحسين الديمقراطية. ومرحلة التحسين ياسر من البلاد اللي ديمقراطيتهم قديمة مازال يعانون من تحسينها ويحاولون انهم يحسنوها شيئا فشيئا. على كل حال الانطلاقة بالنسبة لنا كانت جيدة، مؤسسات صبحت موجودة، القوانين اللي الدستور اللي جاء حتى في لا ترانزيسيون وغير لا ماتين الله لازم، انا عن الدستور كان صالح بجوز هم التطبيق كان غير الدستور كان بعد صالح. هذا هو لو ترانزيسيونيل، عن الحكم جاب لنا دستور بده عامل به، ومن اللي العالم غير أن التحول الجديد ما لبث أن أوجد أزمة بعد الانتخابات الرئاسية سنة 92، والتي اتهمت المعارضة السلطة خلالها بالقيام بتزوير واسع النطاق، وردت بمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما كان فيه وسيلة أخرى للتعبئة حسب نظري إلا المقاطعة. أنا أرى أن 92 وقع خطأ كبير، وبعد الانتخابات الرئاسية قاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية، وبالتالي جاء طيب واحد داخل البرلمان والشبه رجعنا للانطلاق الحزب الواحد. الحقيقة بعد السلطة تبتلى في النظام وفي معاوية، لأن جميع إصلاحات النظام اللي خلقت وعدلت بطريقة تسمح النظام بالاستمرار دائما. كان من اللازم على ان المعارضه تبدا انها فهمت على ان هذا مو صالح، وعلى انها تلعب دورها كمعارضه نشطه في البرلمان في الرسمها الاول، وذاك يمكن من الاغلبيه على انها تعود عندها تمارس من السلطه على حكومتها وعلى الرئيس قدر اللي يتقدم تتقدم وتيره الديمقراطيه في البلد. كان ذاك خطا، وفعلا عكس المعارضه لاحظته وشاركت في الانتخابات بعد ذاك، لكن ذاك اللي خسر خسر، ذاك اللي خسر خسر. طلبنا اكس ساعة، انا كنت عينوني ست احزاب بينهم اتحاد القوى الديمقراطية اللي ما دخلته انا، ما كنت قد دخلته انا منسق موقفهم. كنا نجتمع ناخذ مواقف اجماع، واتفقنا طلبنا لجنه مستقله، طلبنا حوار، وطلبنا مشاركه الجاليه الخارجيه في الانتخابات، طلبنا عدد من الاشياء، وطلبنا عن عدم ذكر عدم طرد الممثلين الاحزاب المرشحين. كل هذا لم نجد حتى جوابا. انا الدخول استاذ ونحن مضى علينا الانتخابات الرئاسيه كبني ليست الا مثلا نموذجا، والمؤمن والعاقل لا يلدغ من جحر مرتين. لانني انا بعد شخصي لا اعتقد ان الفعاليات السياسيه في تلك الفتره ما قدت تعمل امل مشترك لنجاح التجربه الديمقراطيه. النظم اللي مستبده دائما بما هو معاها اللي ما هو مساندها ويصفى ولا يعرف من الكلام الا نعم، دائما بالنسبه له متقدم. تستطيع مسؤوليه الحكم وهو مسؤوليه المعارضه، لان انا متفقد عن، وهذا بعض المعارضه اللي معترف به، عن مرات الانتخابات الرئاسيه قرروا عنهم ما يشاركوا في البرلمان لانه كان خطا منهم،
وكل حد يعرف قوة المعارضة يكسرها معناها عنهم يدو كانوا اللي يشاركوا اللي يعودوا في البرلمان ويعودوا في مجلسهم في البرلمان وانا كعضو ذيك الحكومة 92 لا أتهرب من مسؤوليات مدينة ولكن أحمل بنفس الدرجة المعارضة جزء من المسؤولية لو كان اتفقنا مبدئيا على المشاركة كما هو الحال الآن لما تجنبنا المشاكل التي أدتنا إلى الأمور التي أرجو أن لا تتكرر في هذا الوقت. ووسط هذا السجال بين الحكومة والمعارضة الذي خلف أزمة سياسية حقيقية ومع وجود محاولات إصلاح قانونية سنة 2001 لتحسين النظام الانتخابي مهدت لدخول المعارضة بشكل محدود إلى البرلمان إلا أن الأزمة استمرت في التفاقم. إصلاحات الشفافية الانتخابية خلقت إطار التعليمات قابلة للتزوير وخلقت اللائحة الانتخابية اللي معدل الأساسي كالبطاقة وخلقت نسبية الانتخابات وهذه الإصلاحات سمحت بدخول المعارضة في البرلمان 2001 وذيك الأيام التذكيرية صار عنها تفصيل وكنت وصل وزير أول وكلف بالنظرة ذيك التفصيلات ونشوف كيف نتعامل مع هذه التفصيلات لنجد حل سياسي للوطنية وقبل اتخاذ القرارات وقع التغيير ثلاثة هذا يدل على شيء هذا الحوار يدل على شيء هو يدل على أن المعارضة بالرغم من معاناتها والرغم من الظلم اللي مكشوف ومستمر اللي عانات منه لم تره في يوم من الأيام الحوار أما ما كان قد سيحدث قد يحدث ولا يحدث لا أدري أنا لا أتكلم عن الغيب ويقولوا بعض الكلام حتى اللي ما يشوف أول قصعة إنه ما يجي باخرها نرى عن شي ما يجي 20 سنة من التسيير إنه حكمة الله لا تدرك والكرامات يخلق غير بعد ما في بعد في الماضي بعد ما يوجد في الماضي بعد مبررات إن كان لا يخلق تغيير جذري الأزمة تفاقم إلى جانب الأحوام الناتجة عن النظام الليبرالي وتحكم فئة قليلة من رجال الأعمال في الاقتصاد الوطني وسقوط الغالب أمام المواطنين في الفقر والحرمان هذا إلى جانب القمع السياسي وقلت الحرية السياسية هذا أدى للأزمة اللي نتيجة خلق انقلاب 2005 هو النظام أنتج عوامل ثنائه بذاته لأن عوامل ظهور استمرار النظام أن الناس ملت هو ملت تجربة الديمقراطية المزورة ثانيا عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لأن موريتانيا تعيش أزمة اقتصادية حقيقة من وجودها بطالة كبيرة تكاد تصل إلى 50% بين حملة الشهادات وفقر يصل إلى 60% في بعض الدراسات أمية رقم شعارات الأمية وحملات الأمية 64% في هذا الجو المشحون بالتوتر تتالت المحاولات الانقلابية التي وإن لم تطح بنظام الحكم إلا أنها كشفت عن مدى الاحتقان الذي وصلت إليه الأمور حتى جاء انقلاب الثالث من أغسطس عام 2005 التغيير لا بقشت ولا نقول هون التغيير لا بقشت ولا نقول انقلاب ولا قشت وهون نرجع على الشرح دائما نختار كلمة تغيير ولا انقلاب به اللي ما جرى لا بقشت كيف تعرفوا كاملين جرى بإجماع كلي بالنسبة لكل القوات المسلحة والقوات الأمن الوطني كان تدخل 2005 الانقلاب كان حالة طبيعية لأن لا بد أن يحصل انفجار ما ومن حسن الحظ أنه جاء بهذا الشكل
لأنه كان حالة طبيعية أن يحصل انقلاب أو حرب أهلية أو غيرنا. الدواعي واضحة، كيف تعرفوا عن بلدنا إلا وصل للانسداد سياسي واضح، عن مات له هناك أي أفوق سياسية بالنسبة لبلدنا. الناس كاملة خاطرة كان المسار ينسحب بصفة عامة، إياك الحكم العسكري